واللي كتقلب على النوامس وليداتها واللي حارت ما حيت كنا موسيت ولدك ولا بنتك ولا انا موسيتك هذا لا تقهرنا اختي وما كاين غير الغلا والشياط. اليوم جبت لكم جميله الهوته واحد المحل كيحمق. واش من محل تبارك الله راه هونغار ما شاء الله راه شوروم ديال الكبيده ديال جميله فين في الدرويه البنات توصل لجميع المدن المغربيه. غادي نبدا لكم بالنوامس عاد ندخلوا للطلامات والصالونات الملكيين وزيد وزيد. هاد النواسيه اللي كتشوفوا ديال البلاصه غادي تبقى لكم غير ب 1000 درهم عوض 1500 وديال 1700 البنات بالغونجمون في اي ديزاين بغيتي غادي تبقى لكم غير 1200 درهم. والكبيره يا البنات ما كايناش 1500 اختي وغي 2000 درهم وفيها الغونجمون والسكن الاقتصادي واللي ما عندهاش فين تخبي بحال جميله اونلاين. مرحبا بك عندنا في دار الطلميط يا البنات. ونزيدك هذه حتى هي فيها بروموسيون حتى هي ناقصه 200 درهم. هذه خويا هي الماطله الايطاليه اللي كلشي تيقلب عليها ودايره طوندونس الجوده وماطله البنات ميديكال. ايه اختي بلاصه وجوج بلايص. ايوا بلاتي الدراري اش من عظم الله يهديكم باقي ما دخلناش لداخل وتشوفوا يا البنات اش كاين. اش منك يا فخامه واش منك يا ضخامه. واحد الصالون واحد الصالون في خاطر ناديه صاحبتي ديال المنظر العام. هذا ديال كندي اختي وديال خديجه وديال لاله ملكه وديال زينة البنات وديال القلده والطوله والتجريده وديال الدكاليه وديال الخريبقيه وديال الطنجاويه الشماليه الفنه. وفين كيا الامازيغيه بنت بلادي. صالون ملكي ولا اروع يا البنات. خليت عقل عند الدراري دقيقيه برا ودخلت انا هنا حماقيت طار الفريخ يا البنات. سطاني وهبني وانا جايه عندك الحسين مباشره. بغيت كلشي يفرش الملكي اليوم. عريس وارتك مدام انا جايه عندك اختي مرحبا بك. السلام عليكم حبوباتي الغاليات مشتركات وكذلك مشتركي قناه جميله اونلاين. مرحبا بكم كاملين معنا. قبل ما ندخلوا للفيديو عطيتكم لقطات من الفيديو او مقتطفات غادي ندوزوا لتشوير الطرقي ونبداو ان شاء الله. حنا كنتواجدوا في الدروه اللي هي قريبه من الوسار قريبه للمطار محمد الخامس. فوالا طلعه ديال المارجان ديال القريعه كتشدوها تو دغوا بالنسبه للناس اللي جايين في العاديه كتفوتوا مديونه كتلقاو الدروه. غادي تلقاو ستاسيون طوطر على يديكم اليمين فيها التراكسات غادي تدوروا غتلقاو الدروه المركز غتدخلوا على الدروه المركز البنات. غادي تلقاو باتيسري ديال بدر الخير على يديكم اليسار سناك بدر الخير على يديكم اليمين وغادي تبقاو غاديين على طول يعني ما تدوروا اليمين لا شمال حتى تلقاو ان شاء الله لا بوتيك ديالنا اولا الشاوروم ديالنا اللي هي هذه. فمرحبا بكم. حسين مرحبا بك معايا اليوم. مرحبا بك اختي جميله. الله يطول عمرك. الناس ديالك والمتتبعين ديالك الف مرحبا. الله يخطيك. اكيد في الدروه. في الدروه. جيتي خويا حتى للدروه. جينا حتى للدروه كنا في بلايص اخرين وبغينا الناس ديال الدروه تاهما نتعرفوا. ان شاء الله. نبرعوا ان شاء الله. واكيد اليوم ما شاء الله كلشي تبارك الله فرحان. اه جايين من كازا. ديجا انتم عندكم محلات في القريعه. القريعه اللي هي السونتر ديال كازا. وي عندنا محلات في القريعه كاين عندنا التريات عندنا الثوب عندنا الطابليسيت طلامط لي سطور كلشي عندنا. تبارك الله. هو اللي كاين. يعني انتم في هذا المحل ديال الدروه اللي سميتو دار طلامط عندكم كلشي. انا يعني انا بغيت نصاوب شي حاجه نعطيك الساروت ديال داري. كلشي كنتكلفوا لك بكلشي من ا تال زد. ما شاء الله. بيت الدراري صالون بيت النعاس كلشي كلشي سيجورات بالميدات ديالها الله يطول عمرك. ما شاء الله ما شاء الله. وعندنا امتياز ديالنا كاين عندنا حوايج ديالنا كنستعملو كندخلو من راسنا ماشي شي حاجه يعني ما كتزادش عليك حوايج اخرين من بلاصه اخرى مثلا كتزاد عليك سي فغي بصح قدام البلاصه اخرى يعني كنتحكمو في كلشي لا الخدمه لا في كلشي لا تولي ديالنا كلشي ديالنا كلشي عندك كلشي العود الخياطه الثوب اللي غناخذ الثوب تخيطو لي انت وتقاد انت ماشي ناخذ عندك كما قال دابا السيده قالت لنا هذا الصالون ما شاء الله الملكي قالت لي خديته عند شي حد صوبته عنده تدفعاته لسونتوفير قالت لنا شهرين هو عنده قالت لي بالنقص كاع طلع لها الزعف. ما عندناش هذاك الشيء كنتكلفوا به حنا كاملين كلشي كنصوبو عندنا في لا تولي ديالنا كامل كلشي كتعرف داكشي كلشي كتعرفنا حنا هادشي اللي كاين يعني لا نجار لا شي حاجه ما كتشوفوش. انا نعطيك واحد السؤال واعر حسين. مرحبا تمام اخويا عمر عمر عمر
اليوم واش غيكون شي ثمن زوين؟ انه كاين ثمن زوين وكاين الكود ديالك اختي جميله، الناس ديالو الناس اللي غيجيو من طرفك والناس اللي غيجيو، يعني اثمنه كاين اثمنه زوينه جد جد. واش غير بمناسبه هذا الافتتاح اليوم ولا ان شاء الله غيبقى بور توجور؟ لا ان شاء الله ديما بور توجور ديما، ومازال كاين الجديد ديما كاين الاثمنه زوينه وكاين هادو اللي كاين. انا صدمتيني بلي قلتي لي صراحه الناموسيه ب 1200 درهم بالغونجمون ديالها. بالغونجمون 1200 هي راه ميني، يعني الا تشطرتي وتقاتلتي غتاخذ شي حاجه جد عاديه 1500. والله يعطيك الصحه. المهم حنا عطيناكم دابا واحد النبذه، غادي تخليكم معنا لان الحلقه ديال اليوم غادي تكون تري سبيسيال، طولنا عليكم شويه في التقديم غير باش ندير لكم التعريف، لان ما شاء الله حسين هو اللي غادي نخلي لكم النيميرو ديال التليفون ديالو دائما من الدار طلامطه البنات في الدروه. تفضل معايا السي حسين. غنينا وزغرتنا ان شاء الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه هذا المحل يا ربي. دابا غادي ندوزو للطابيسي، لان نتوما تبارك الله كما قلنا في اول فيديو كديرها نوامس صغار بلاصه اللي كتكون فيها 90 على 90 على متر 90 على متر 90 وعاد نمشيو لدو بلاص. بالنسبه للبلاصه فيها افيك رونجمون
وفيها سونجمون ديجا راه كيبان لينا افيك رونجمون كتكون شويه عاليه سونجمون كتكون قصيره. بالنسبه لي موديل اللي بغيتي يا مدام واللي تشهيتيها غادي نصاوبوها لك اكيد لي كولور ما نهضروش عليهم كنهضروا على الديزاين. اما اللون عندك الكحل الابيض الاخضر الصفر لا كولور اللي كتقول انا راسي غادي نصاوبوها لك. بالنسبه للديزاين كتختاري انت الشكل مثلا يا اما مينوتي يا اما هذا شنو سميتو قلتي قبيله؟ هذه شهده. المهم كاين بزاف ديال الاسماء لي موتيف بزاف. الثمن اليوم حصريا على قناه جميله اونلاين وليكم انتم بوحدكم البنات يعني الناس اللي متابعين القناه والناس اللي غادي يجيو ان شاء الله يتقداو من دار المات غادي يبقى الثمن ديال رونجمون 1200 درهم حسين وبلاصه وحده سون رونجمون كتبقى ب 1000 درهم ونورمالمون الرونجمون راه كتوصل حتى كتوصل حتى 1700 1800 حتى 2000 درهم حتى 2000 درهم اليوم 1200 درهم وكما قلنا سون رونجمون كتبقى ب 1000 درهم حتى هي عوض 1300 1400 غادي ندوزو دابا دو بلاص يعني بيت نعاس سواء نبيت الضياف كما تنقولوا حنا ولا البارونتال ولا اللي بغيتو كاينه حتى هي افيك رونجمون بحال هادي ها هي البنات نقدروا نهزوها حسين هذيك الرضه يعني حنا درناها كاع بلاش باش تشوفوا واش كيبقى لهم الاختيار ان تكون هكا على اربعه ولا تكون غير جوج طوالين ولا يكونوا غير جوج عراضي غير هي على اربعه كتكون صح من الله يعطيك الصحه كتكون كتهز اكثر كتكون كتهز اكثر كتهز تقول يا البنات كتستحمل اكيد هذا بالنسبه اختار غير من الاحسن كما قال حسين يكون فيها على اربعه تتسيبورتي اكثر تقل وكل شيء دونك هذه بلا رونجمون افيك رونجمون افيك رونجمون سمحوا لي غادي ندوزو كما قلنا بالنسبه لي موديل كيختاروا هما الموديل اللي بغاو هي سي السوق باش كترجع وكتهز بالنسبه للناس بصح حسين بالنسبه للناس اللي عندهم اقتصادي مساحه ضيقه ما كاينش ما احسن تستغل اكثر دونك ها هما لا كولور كما هضرنا بحالها بحال اون بلاص فيها مترو 60 على مترو 90 وكاينه جوج لا بغات جوج كاينه وكاينه حتى مترو 40 كاينه مترو 40 ومترو 60 تخي بيان غادي نمشيو للبلاصه الاخرى نوريكم البنات شنو باقي انا عاد شفتها دابا ولاحظتها سيكو هذا فيها جوج يعني السومي كيكون فيه او لا شنو كنسميو السومي هذا فوالا السومي تيكونوا فيه جوج كما قال لي حسين على حسب الدروج مثلا الا بغيتي تطلعي في الدروج غتجي كبيره ومن غتعنك شي من الاحسن تكون وحده كيتمونطاو كيتجمعوا كيولوا سي نورمال كتولي وحده بغيتيها وحده سي فو دو شوازيغ هذه حمقاتني ديجا لا كولور ستيل كيفاش مخدومه والاجمل ان بالنسبه لي بخي بحال بحال يعني حتى بلاصه هنايا في هذا الموتيف هذا وفي هذا الستايل واخا زايد عليه الدوغي وبالنسبه ديال الشهده يعني داك الموتيف هذا كيبقاو لو ميم بخي دائما افيك رونجمون كتبقى ب 1200 درهم ليكم نتوما مشاهدي قناه جميله اونلاين وسون رونجمون كما قلنا كتبقى ب 1000 درهم دابا غنمشيو هذا ديال دو بلاص اي شكل عجبنا اي شكل عجبنا اي موديل عجبني يعني هذه بحالها بحال الاولى واخا مرشوشه بالذهب والالماز والدياموند يا لالا ويا لالا بحال بحال غادي يبقى اليوم الثمن ديالها هو 2000 درهم 2000 درهم عوض 2500 درهم يلا البنات اش قلت لكم راه قلت لكم اليوم حلقه خطيره على قناه جميله اونلاين دائما مباشره البنات من الدروه نسيت ما قلت لكمش بان التوصيل لجميع المدن المغربيه داخل الدروه خارج الدروه واكيد داخل كازا وخارج كازا وداخل المغرب كامل فين ما كنتي غتوصل لا كوموند حتى لعندك غادي نهضروا على حاجه اللي كتكون ملي كنهضروا على الناموسيه تنهضروا على الماطلة الماطلة فهي هي اللارج شوا يعني كتبدا تقريبا من ارخص ماطلة كاينه حتى 600 درهم كاينه كاينه 12000 ريال كنعطيكم حنا حاجه مزيانه انت ما كتجيبهاش قلتي ما كنديروهاش مي الا بغاوها الناس كاينه مزيانه الا بغاها كاينه اللي بغات ديال 600 درهم 12000 ريال بلاصه وحده راها موجوده دونك من الاحسن قلتي لي حسين تكون حاجه مزيانه تكون حاجه مزيانه سير تشوف الماطلة هذه ماطلة ديال 1000 درهم ديري لها 800 درهم ناقصه 200 درهم البنات في الماطلة الاولى الماطلة السامبل العاديه وكاين كما قلنا مرخص راه الماطلة كتبدا من 600 درهم بالنسبه لهذه عاوتاني ماركه زيد ما زيد دقيق ماركه شويه زيد هذه دايره 900 درهم 900 درهم البنات زايده 100 درهم وقلتي لي كاينه كاينه هذه محبوبه الجماهير اللي كلشي تيعرفها كاليتي سوبيريور بيان سور سوبليكس حاجه مزيانه احسن هذه اللي كترول كتكون مروليه وكتحل وكتحل كتبقى شي 24 ساعه جبت لا رسول لا والو بيان سور ما فيهاش رسول كل مجموعه اها كل لاموس ممكن نحطوها هنايا حسين نعطيك السر ها هي البنات حتى هي ديال البلاصه دابا فيها 90 ديال البلاصه 90 على متر على متر 90 ولكن كاليتي قلتي لي ما تندمش احسن كاليتي هذه كارونتي 20 سنه ما كاينش ايوا يا البنات الا كنت انا غناخذ بحال هذه وغادي تهبط ليا نعاود ناخذ وحده اخرى ب 800 درهم اخرى لا ما ناخذ وحده بوغ توجور اللي غادي تبقى لك ديما دونك هادو البنات راه معروفين في السوق وسواء خديتيها من هنا ولا خديتيها من بلاصه اخرى راه دائما تتبقى كاليتي زوينه غير هنا غنعطيكم ثمن واعر نعطيكم حاجه كاليتي وحاجه مزيانه والثمن سي عمر هذه 1300 درهم
1300 درهم، عوض 100 درهم، نورمالمون 1500. 1500 وسيرتو في هذا قد سميتو عليها الطبعة هذه أثر ما كاين دابا. اه داكو، ما كايناش، كاين غير الكربون هو اللي موجود. آه. طبعا اخرى ديال الكربون هي اللي كاينه. هذه مزيان هذه. الله يعطيك الصحه. دونك انتم البنات سمعتوا حسين قال لكم اخر ما كاين كاليتي زوينه، وحتى الثمن ديالها ناقصه 200 درهم في لا بياس. دونك بالنسبه لدو بلاص كاينه بحالها؟ اه كاينه كاينه. داكوغ، دونك غادي نشوفوها ونرجع. هي هذه اللي قلتي لي حسين، هذه البنات هي المطله اللي كتجي كلها بلاموس، يعني ما فيهاش الرسورات. ولكن الاجمل والخطير انا فاش قصها والله يا البنات شنو نقول لكم. عاد عرفت شنو خديت، ما كنتش ناخذ ديك اللي عندي، ولكن سي با غراف. هذه هي المطله اللي غادي تاخديها مره في العمر. تنقولوا دائما غناخد واحد الحاجه غير مره في عمرنا، هي هذه. علاش؟ اولا لا غارونتي فيها 20 عام، ملي كيعطيك الانسان غارونتي 20 عام راه ماشي هي عام ولا عامين ولا 3 سنين. شوفوا كيفاش كتجي ديجا بدا عاليه ورطبه وخطيره. الثمن ديالها اليوم الحبوبات جميله اونلاين غادي يبقى هو 3300 درهم، عوض 3700. واو 3700 درهم، يعني ناقصه تقريبا 500 درهم البنات. 30 ماشي 28، هذه فيها 30 سنتيم. فيها راه قلت لهم عاليه، هذه راه 30 سنتيم. انتم غتلقاو هذا الثمن اللي قلنا ديال 3700 فيها غير 28، واكيد فيها الالوان. اه فيها الالوان. شنو اللي كيتغير؟ بحال دابا هذه زرقاء. هذه زرقاء ومخدومه بزاف. اه غادي نشوفوا هذا الموديل هذا، ولكن حمقاتني ما شاء الله. لا طوش ديالها فريمون كان هذوك اللي كنعرفوا ديال الميديكال اللي كيتباعوا غاليين بزاف. حنا بارك علينا غير هذه. دونك فيها الالوان 100% ميديكال. اه هادو حتى هما ميديكال. بس سي نورمال ما شاء الله من لا طوش ديالها راه ميديكال. دونك ها هما البنات فيهم الوانات، وكتاخديها مروليه حتى هي، كتاخديها بحال كيفنا شنا قبيله. كتجي رولي انت كتحلوها نتومايا واحد 24 ساعه وكترجع كما كانت. هادو عقل اللي عطاوك قل. اه عقل قل كاع. 5 سوايع ترجع كترجع كما كانت. الله يعطيك الصحه. بالنسبه للكادر ديال الناموسيه هذا واش ما كيدخلش في النطاق الاخر؟ لان هذا كبر. لا هذا كبر، هذا كبر فوالا. هذا فيه 2 متر في الراس ديالو. في الراس هذا اللي كيكونوا فيه هنايا الكوموندات ياك او لي طابل دو نوي. هذا الثمن ديالو شحال تيبقى؟ هذا كيبقى ب 4000 درهم. الميتراج نعاودوا لهم؟ الميتراج 2 متر على متر 60 في الماطله. الماطله كتكون فيها متر 60، ولكن هو تيكون البنات خارج في الجناب، وحتى هو تيكون داخل فيه الالوان اللي بغيتو والستيل اللي بغيتو. هذا البخي اللي قلنا الاول، انتم اللي بغات كما قلنا في الاولين اللي بغاتها كتجي غير طويله على جوج سافو دو شوازير. بغيتيها تكون كاري؟ اه فين هذه الكادر ديالها متصف. واحد. اه واحد تخي بيان. اه هذا كيكون عاوتاني شكل ثاني، وكيكون عندها حتى في الجناب هنايا باش كتسيبورتي كثر. الله يعطيك الصحة. وحتى الديزاين عجبني من القدام البنات، عاوتاني الديزاين ديالها كيفاش كيجي رائع. المهم نتوما هادشي اللي كتشوفوا راه ان شاء الله نتوما اللي غادي تجيو غادي تاخذوا عاوتاني شكلات اخرين، وغادي تختاروا اكيد الحاجة الثانية. غادي ندوزوا مع واحد بيت النعاس ملكي، اللي كنقولوا بيت الناس ملكي هو هذا يا البنات. ما شاء الله بهذا بالبلاكار ديالو، بلو لي بلي دو طابل شوفي، بالكوموندا الكبيره ديال المرايا. الوغ هنا البيوت هاد النعاس كيبدا الثمن ديالهم مناش؟ ما شاء الله غير البلاكار تبارك الله راه فيه شي شحال فيه 2 متر وكثر. 2 متر و10 يا البنات. هذيك ميغوار. هاد العود هذا شنو واش الام دي اف؟ ولكن ام دي اف بشكل حصري يا البنات. تركيا تيسطر تيحمق، تيسطر تيحمق ديال اللاله المغربيه لاله غزاله بزاف بزاف. شي حاجه عاوتاني كيوت. شوفوا يا البنات خطير خطير ما شاء الله. الديزاين والستايل ديالو كله واعر. هنا تيطاش مخدوم بلونتيطاش. اه داكوغ هنا تتشعل ليد البنات، وهنا عرفتي كي غادي تجي تتحمق. وهنايا لونتيطاش وكله بلا ام دي اف. وخلاص البلاكار ديالو شيء ثاني، يعني بلاكار خطير رائع. هنا كيكونوا فيهم اكيد لو شوي، عندك اختيارات كثيره. وخلاص الكوموندا حتى هي كتمشي هكا بلي تيغوار. شوفوا هذا وهذا كيجي صافي. وخلاص هذا التحتاني لا ميم شوز، كديري ديكوراسيون اللي بغيتي. بالنسبه للثمن حسين، الثمن هذا كومبليكي تقريبا 15000. دابا هاد بيت النعاس الملكي كيبقى ب 15، يعني مليون ونص البنات فيها. نعاودو من الاول، المهم اللي كنقول بيت النعاس ملكي، بيت النعاس ملكي فيها لو لي بجوج ديال لي طابل دو نوي، فيها بلاكار تبارك الله اخر ما غنات كلتهم، اخر ما غنات كلتهم في بيوت هاد النعاس. وفيها
الكوموندا ديالو الكبيره 15000 درهم، ويلا خداتها اكيد بالماطلة راه كتزيد 3300 درهم. هذا بكل جميله، بكل جميله يا البنات. اي والله يعطيك الصحه. سينو اللي بغات موان شير غادي يخليو لهم دي فوتو تصورات، واللي عجبتك في الموديلات راه عندهم. المهم تبارك الله عندهم ما شاء الله عندكم لاتولي ديالكم حسين. غادي نبداو لكم البنات بالصالون الملكي، عقلوا مزيان على السميات. هذا صالون رويال البنات. هضر لي شويه على التوب. خلاص عارفين التوب ديال المطروز هذا هو اللي كاين. هذا مثلا فيه العود مرخي، العود اخر ما كاين دابا هو العود مرخي مخدوم. شوف هي معي، تابع معي بهاد النقيشات هادو بهاد لي باليت بهاد روعه الاتقان. الخدمه يعني الخدمه هي كتقول لك ما شاء الله. راه اللي دخلت البنات توقف هنايا صلاة النبي بسم الله ما شاء الله. يعني الخدمه بلديه روعه. لا فيسونطري ديالها حتى هي نفس الطريقه ديال الطابله، ولا فينيسيون، فينيسيون كيفاش كتبان لك خطير. هادشي غزال عرفتي بصراحه. المغربي ديالنا التقليدي ما في احلى من انك صناعه محليه، محليه 100% مغربيه. صناعه التقليديه ديالنا مغربيه، تقليديه بلمسات بواحد لاطوش جديده. هادي هي الاصاله مع المعاصره. نشوفوا السداري لان حتى هو واحد ستيل جديد. السداري كنديروا هنا شوفوا لي ديبار، شوفوا شوفوا الزواخه كيفاش كتجي روعه روعه. راه خصني نزومي لكم باش تشوفوا القرب. وخلاص من جنب شنو كيتسمى هذا الكوتي؟ هذا الكوتي المخمل، حتى هو كوتي المخمل ديالو. شوف هذا الكوتي كيفاش كيجي. هذا عنده الظهر ديالو، واش كلشي غيبغي بالظهر ولا كاين اللي ما يبغيهاش مثلا؟ بالنسبه للظهر قليل، غير اللي من بالنسبه لما عندوش الحيط. هذاك ما هو اولا اللي بغات تحطو مثلا الوسط، الا كان شي ال بحال هكا الوسط ولا شي حاجه، اما غالبا تيكون بلا ظهر. تيكون بلا ظهر واخا. هذاك الكوان، هذا الكوان بالفرماجه، فرماجه الكوان هو كيتشحل نفس الخدمه نفس الكواليتي. زي فرماجه صغيره كتكون. هذا هو ستيل زوين، وال كيكون ستوندار جوج على جوج. هذا ال جوج على جوج بالنسبه للخدمه ديال بالنسبه للخدمه. هنا هنا لي ديبار، وهنا بالمجدول لي ديبار بالمجدول. الداري بالمجدول اخر ما كاين دابا، اخر ما كاين دابا. بالنسبه لهذا دخلنا ليه التلميطه، دخلنا لي ديبار من الورده، من الورده ديال الخديه باش كتجي اون سونتر. بيان سور ما شاء الله باش كتجي الخديه اون سونتر بحال هكا. هنا درنا التلميط بالمجدول، هذه هو اخر ما كاين التلميط كيكون غير عادي هذا بالمجدول. الراس ديالو تيدوز بالمجدول هنايا. الخديه كذلك حتى هي بالسنات بالتركوه. دخلنا فيها بهذا الديكانون هذا كيجي هابط كامل. في نفس الوقت خدمنا لي كوسان ديالها حتى هي، لي كوسان ديالها بحال هكا. دخلنا فيها الايني والطرزان من التلميط اللون اللي هو اللون ديال الفرماجه حتى هو بهذا لي باليت هادو. ريكاردو حتى هو نفس الطريقه. دخلنا الايني، دخلنا ديال الطرزه ديال المطروز هنا، ديال لي كاردو اللون ديال لي كاردو دوغي. وهنا خصها كتبقى عاوتاني ان شونجمون، خصها كملها بحال عندك جوج. هي الاخرى جات دي عاوتاني نص نص باش هنايا ديبار هنايا ديبار. واه هنا خدمنا بالمطلاسي اللي هو دوبل كوتورا. اخر ما كاين مطلاسي عادي، هذا دوبل كوتورا الاخر حتى هو مطلاسي دوبل كوتورا بالبونج واللواط. لاخر ما كاين دابا البونج واللواط ودوبل كوتورا. هذا واحد السؤال حسين، واش هاد التلميطه حتى هي كتخدم بلاواط باش كتجي بومبي بحال بحال هذا؟ لاواط نفس، حيت الا ما تخدمهاش بحال غتجي واطيه وحده. الله يعطيك الصحه، هذه نفس اللام كتفكروا في كل شيء. ما شاء الله. هنا فرماجه، هنا جينا الفرماجه الخديه قصيره على هذه بطبيعه الحال باش تبان لينا هذه الجماليه ديال هذا، باش ما تغطى ليناش الزواقه. سي فغي ما يمكنش ما شاء الله. حتى الديزاين ولا ديكوراسيون. جينا الفرماجه هنا حتى هي نفس الطريقه ديال المطلان بالكوردون، بالمجدول ديالها بالكوردون ديالها دايره كامله كلها 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 دايره باش تجي سونتر. انتم وهنا الخديه ديالها خدمناها بحال هكا باش ما قلنا باش ما طلعش. الخديه ديالها فاس بحال هكا المطروز سا سامبل تيجي حتى شويه. كنفكروا لكم عاوتاني حتى الاقتصاد شويه باش ما يجيكش عاوتاني الاقتصاد حتى الشكل ما شاء الله. الاقتصاد والشكل في نفس الوقت. الله يعطيك الصحه. باش كنقتصدوا عليكم عاوتاني شويه ما يجيكش عاوتاني. ناخذوا حتى افكار البنات. وهنا لا ميم شوز كلهم بحال حسين حتى هما ديالكم ما شاء الله. ولكن هنا بانت لي ستور وميم طون دير درتو معاه البلدي. وي هذا عندها ستور باطو هكاك. ستور باطو في نفس الوقت بلدي رومي هكاك. خدمنا لي ستور هنايا بالولاد ايه، ودرنا معاه
حطانا من الفوق ودرنا في نفس الوقت درنا لي غير جهه وحده في النص جاتي حمق جاب كما قلتي قبيله رومي بلدي هي بلدي ولكن دخلت في واحد لاتوش ديال الرومي يا نادير دونك هادشي كامل ديالكم ما شاء الله كل شيء خدمتنا عادي الله يعطيك الصحه شوفوا تبارك الله البنات هذه شحال غزال بالنسبه للسبور هنايا هنا ما درناش الكبيلات مشات ديك المده اللي كانت صافي مشات سي دي موضع عاوتاني هنا كدير بور امبراس تحط فيها ديريكت باش تيجي مسونطري بحال هكا شفتي تعطي لها لي بلي لي بلي هادو بحال هكا روعه هذا لي سطور تيطلع وجهها هذاكو الله يعطيك الصحه دونك بالنسبه للصالونات العود كاين غير هاد العود ولكن بزاف الاشكال العود اوكي الموديلات هذا العود البنات كيبدا من هذا شنو هذا اول مره غنشوف هذا الموديل هذا موديل جديد موديل جديد سامبل ايني الناس اللي كيبغوا سامبل ايني يجي في الطبله في الطوابل ديال الزداري في كل شيء الزداري في كل شيء هذا هو الباندا ديال الزداري هذه ما شاء الله هادو لي بالكوشي هادو في لي كولور شوفوا اللوينات كولور اللي بغيتي كاين بيستولي كاين نوعي لون عادي لون ديالو الاصلي كاين تبارك الله يعني وحتى هي اللي عندها شي موديل راه جيبوا لكم تصوبوا ليها اللي عنده شي موديل عاوتاني اللي عنده شي حاجه وبغاها عاوتاني كنصوبوا ليه واحد القضيه جاتني ما شاء الله كبيره شي لا فينيس ولا في صباغه لا في كل شيء روعه ولا المشه ولا خدشه ما شاء الله واللي بغات دير هذاك مثلا عندها صالون وبغات تغلف تا هي سي بوسيبل كنقولوا حنا تدير الوجه للداري تا هي ممكن تا هو ممكن دونك العود تيبدا ابتداء من المتر العود كيبدا من 250 درهم من 250 درهم دونك الى ما لا نهايه ما شاء الله على حسب الاختيار على حسب واخا نرجع لذاك الملكي ذاك الغزالي تيحمق تيبقى ثمن تبقى المترو هو 600 درهم البنات يعني ثمن حصري اليوم على قناة جميلة اصلا لا فينيسيو ما تعذروني انا اللي كنقول دابا لا فينيسيو انا اللي شفت بعيني انا راه حماقيت ومشيت نحماق اليوم صلاة النبي ما شاء الله لا فينيسيو خطيره وغير 600 درهم البنات فمرحبا بكم كاملين ما غتحتاجي لا سونطوفير ولا صباغه ولا غتجي غتاخذي كما هويا دونك مرحبا بكم نعاود نوريكم غير الكوطيه كيفاش كتجي هنايا وراه فيها اشكال والوان بالنسبه للكوطيه كيفاش كتحسب المتر بالنسبه للكوطيه كتحسب المتر ونص دابا هاد الكوطيه هادي فيها متر ونص لان مزوقه والشكل ديالها والله يعطيك الصحه اش نقول لك راه ما شاء الله ملي قلنا صالون ملكي فصالون ملكي واكيد بامتياز البنات بالصحه والراحه غادي نبقاو دائما في الصالونات المغربيه الغزاله والجميله واللي ديما طوندونس انتم لعبتوا على الجديد لان حتى هذه تبارك الله الكوطيه ديالها كيفاش كتشوفوا كوطيه جديده هذه مخدومه بجوج لوانات كتبان لي جوج لوانات كتخدم بالليتر اللون الاصلي اللايتر وهنايا كتخدم بالدوغي او ثاني داكو شوفوا البنات شوفوا تبارك الله غير الطبله واحد الطبله برجل وحده غزاله حتى هي 8 سندريه ديالها دونك هاد الصالون هذا العود ديالو شحال تيبقى المتر هذا كيدير 350 داك 7000 ريال المتر 7000 ريال المتر يعطيك الصحه عود بروميال بيان سور عود البنات كنقولوا عود هذا فيرني ماشي بلاكاج كاين واحد البلاكاج كيكون غير بلاكاج غير ورقه وتتلصق مع المده كتسخن وداكشي كتبات بومبي هذا فيرني شي قدامي تعاودي تبيرني رجع عاوتاني جديد يعني الطبله اللي حنا كبرنا معاها وداك العود الليتر الاول رجع عاوتاني جديد كما هو ولكن ما شاء الله لاتوش غزاله شوف الخيمه هذا البروكار هذا البروكار عاوتاني تشوف حتى هو عندكم حتى هو كاين منطقه الحال خدمناه حتى هو بالتمر لي ديبار ديالو بدوبل سان داك هذا الدوبل سان دخلنا فيه هاد الكرونه هذا باش يخرج لينا الباج عاوتاني بهذا الكالون سم الايني هنا طلمايط الايني والخديه فيها بحال هكا وردة وفيها الفاص الثاني كيجي بحال نص نص بحال نص اللي هو بحال هو هذا يعني كيكون عندك هكا ديالو واحد لاسان قلب الكوردون وحتى عاوتاني هنايا بالكرونه فعلا الموديلات راقية ما شاء الله بالنسبة لهذا التوب هذا ديال البروكر قلتي لي توا فيه واحد لو كود برومو خطير اللي هو هذا 80 درهم اللي هو الثمن 16 درهم البنات هذا الثمن للجبيه وملي كنقولوا البروكر كنقولوا اخر ما كاين في البروكر اخر ما كاين يلاه البنات هذا التوب اللي كتشوفوا غير 80 درهم اكيد فيه الوان وفيه موديلات بالنسبه للاوني ديالو حسين
بحال حتى هو 80 درهم. غادي نشوفوا الزواقات اللي فيه ونرجعوا. الزواقه اللي شفنا حسين هي هذه، هذه هي، هذا هو اللي كنخدم به دابا الصالون. فيها 3 بيس كتمشي، كتمشي الورده ديال الخديه وكيمشيو معاها لي دو موتيف اخرين، الطلميطه ولا بغيتي فرماجه ولا ايه، والاني خلاص راه بوحدو. اه شوفوا البنات، هذا الدوغي، هذا الكري، الكري ديالنا فيها الخضر الملكي اياه، وفيها الباش طوب. الله يعطيك الصحه. دونك هنا 80 درهم كاملين، وكاين موديلات اخرين مازال في البروكار. هما هادو البنات، حتى هذا بروكار، حتى هو زواقات جديده وموديلات خطيره، حتى هو لو ميم بخي دائما 80 درهم، بالنسبه لهذا الثمن غيبقى ديما ان شاء الله حتى تغير البنات الزواقه. الا تبدل الزواقه يقدر يتبدل الثمن، مي بوغ لانستا الا جيتو لقيتو هذا الموديل غادي يبقى البنات غير ب 80 درهم. بالنسبه للكود برومو اللي كاين اليوم خطيره البنات، وغتلقاوها حصريه في الدروه عند اتواب دار الميت. غادي تبقى الرومي كامل اللي هو لونتيتاش 35 درهم يا البنات، يعني 700 ريال. ها انتم شوفوا شوفوا لي كولور اللي بغيتو والموديلات اللي بغيتو، سواء هذا اللي كيجي امبريمي ولا الاوني ديالو، وعندكم الحق انكم تشونجيو مثلا هذا الا بغيتي تدخلي معاه شي لون اخر، سافور دو شوازي فوالا. مثلا هذا ولا هذا ولا لو جون، راه فيه الفوشيا فيه المو فيه الزرق، 35 درهم يا البنات. المطروز اللي شفنا في الصالون الملكي ابتداء من 200 درهم البنات، ابتداء من 200 درهم غادي تاخذي مطروز برومي شوا كاليتي سوبيريور وشي حاجه هماويه الكبيدات ديال جميله. هذا الصالون الرومي او لا على الفوتويات، المهم كل واحد اش تيسميهم، حنا غنسميهم لي صالون روميين. موديلات هي اخر ما كاين. انا هذا كتعجبني البنات، كيجي بحال شكل ديال السوندريه، يعني ملي كنتي جالسه مثلا بغيتي تحطي كويزد اتي ولا هذا، بلا ما تبقى تقلبي على السوندريه، ها هو عندك الكوان كله شان. شان كله بالعود، هذاك بالعود كله شان، وحتى السوكل حسين السوكل كله شان، تا هو داير نفس الكون. داير كامل هذا، ما فيش رونجمون هاد الفوتويات. لا ما فيش رونجمون، هذا السان اللي بغات فوتويات تاخذوا فوتويات. اللي بغات رونجمون ماشي مشكل. هذا واش دابا للبيع هادو؟ للبيع دابا هادو الصالونات اللي ورينا كلهم للبيع. كلشي عادي. داكور هذه ما قلناهاش. كل شي حاجه نصوبوها اللي كنصوبوها. تخي بيان، هادو دابا اللي اكسبوزي راهم اللي بغاتهم مرحبا. بالنسبه للصالون اللي صورينا قبيله الملكي فيه جوج على جوج. فيه جوج على جوج. فوالا بالطبله بالصندريه. وبالنسبه لهذا شحال فيه؟ هذا فيه 62 على متر و30. متر و30 على 2 متر و60، اللي بغات هذا هو موجود كاين، مرحبا بكم، تواصلوا دائما مع الارقام اللي غنخلي لكم. اشاير هذا هذا احسن كاليتي كاينه في البونج. كارتيني البونج راه كما قلتي لي 33، انت غادي اشاير جهد من 33، يعني فيهم كاليتي. بالنسبه للطبله، الطبله تاعي ديال تركيا، هي كتمشي بحال شكل العود ديالها بحال هذا من تركيا، هذه كتمشي حتى هي في لي 3 المجاير ديالها فوالا، العبيدات وشي حاجه فنيه بلاد سيم تاع دوغي كلها كلها كتجي دايره كامله بلا ما مسيله البنات. هانتوما بالنسبه للثمن ديال الطبله شحال تتبقى حسين؟ هذه كدير 2500 درهم. كدير البنات 2500 درهم نورمالمون، راه 2700 ولا 2800، انتوما دائما كود جميله. بالنسبه للفوتويات يبدا الثمن ديالهم من سافا؟ الفوتويات كيبدا على حساب بالنسبه للكاليتي، كيبدا داكور، كاين 33 العادي، كاين قل، كاين قل، كاين قل من كاين قل من القل، كاين ولكن على حساب الكاليتي. انتوما دابا كتبدا من 800 درهم المترو وسعر، وانت غالي ما عندهمش حدود، يمكن ما عندهمش الحدود على حساب الموديل وعلى حساب الكاليتي اللي كيكون. بيان سور بيان سور، على حساب. وبالنسبه للعاوتاني بحال هكا، هذا دابا خدمناه بحال هكا، خدمنا مع هذا توب. اش من توب هذا؟ هذا اني ديال المطروس. اخر ما كاين تيجي بحال اخر مرخم، اخر ما كاين مرخم دابا بحال هكا، درنا فيه مخدات لي كارتو زاري هنايا، درنا مخدات كاريين بالطرزه، هادو مطروزين. هذاك درتهم نتوما؟ كنطرزوهم اللوغو اللي بغيتي، في الاختيار اللي بغيتي كنطرزوه لك. صافي غنقول لكم ديروا لي جميله اونلاين. مرحبا على الله يطول عمرك، الله يخطيك. وعندنا امتياز ديال الطرز، كنطرزو اي حاجه بغيتي كنطرزوها، كاين في الزطراس، كاين في الخديه، كاين بزاف ديال الحوايج. لي كالدو الله يعطيك الصحه. لي كالدو فيه. وهذا الثوب هذا حسين؟ هذا الثوب هذا بحال شكل ديال الفوطه، هذا اخر ما كاين حتى هو هذا. ونشي طش كيتبقى يتغسل يتصب يتمسح تما في بلاصتو، سيرتو اللي عند الوليدات حتى هو فيه الوينات. هذا فيه الوينات والطوندوز، هذا الاخر دابا هو اخر ما كاين. اخر ما كاين البنات ما شاء الله ما شاء الله. اي توب تقدري تشوفي هذا قليل،
كيكونش بي اي واحد ولا حيت ما تيسلكش بصح سي فري ما يسلكش ولكن كاين ما شاء الله الذواقات دونك كاين هذا الموديل هذا وكاين هذا الاخر الخضر الملكي هذا اللي غنشوفو خليكم معنا البنات هذا ما فيهش كاع داك لتحت هذا الموديل هذا لا ما فيهش هذا شي برجيلات ديالو بالماطلاسي ماطلاسي هذا هو بالماطلاسي هذا مشى داك شحال هادي اش كان كيديروا لي فوطاي مفلحين كيشدوا البونجو وتيحسكوها باش يصوبوا فيها الماطلاسي دابا لا دابا الوقت طورات ملي تنخدموا الماطلاسي غير فتو البونجو ديما تتبقى صحيحه ما تموتش هذا الماطلاسي مخدوم في التوب يعني البونج ماسك في التوب ودوبل كوتور اخر ما كاين حتى هو في الماطلاسي يعني بحال السيستم اللي خدمنا فيه تاكم على الرجيله دائما دوغي تيبقى لهم الاختيار في لي كولور في الرجيله واش دوغي ولا ارجنتي ولا اللي بغيتو هنا دابا مثلا هذا ماطلاسي وهذا كايني باش تيجي يصوب العاوتاني لي كوطو ديال الكوطي ديالو عاوتاني كنخدمو سامبل سامبل وهنايا كنخدمو بالموتيف ديالو شوف شحال غزال 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 ماطلاسي وبهذوك دوغي الدوغي ديالو تو طرزنا ليه مخدات ديالو نفس ليستو ودخلنا ليه مخدات بحال هكا على الخضر الموطر تيجي تحمر الخضر الموطر راك عارفه كيفاش هذا ولدك ومعاه الطابوريه ديالو حتى هي ماطلاسي في الدوغي والكريسات ديالو في لا ميم كولور دونك هذا حتى هو الثمن ديالو ابتداء من ابتداء حتى هو كيبدا ب 900 درهم لمتر 900 درهم وانت غادر كيوصل تقريبا حتى 2000 درهم 2000 درهم بالنسبه لهذا هذا كيدير 1600 1600 درهم ولكن الناس كنعاودو 33 الله يعطيك الصحه نختموا لهم بلي ستور الوغ لي ستور اشكر ديجا ورينا داك اللي قلنا نص بلدي ورومي هذا لي ستور دابا راه كيداروا الكوزينه البيت الدراري القهاوي لي سالون يعني ماشي غير حصريين في الدار على كلشي دابا كلشي يعني كوزينه بارك وبيت نعاس كلشي كاينين لي ستور ديالهم حتى الناس الخدمه راه كيديروهم في الخدامين سواء الناس اللي عندهم لي كافي اللي عندهم لي ريستو الشركات كلشي فوالا كاين حتى ديال البيروات كل واحد بالموتيف ما شاء الله دونك كاين هذا الموديل هذا غادي نوريكم واحد الموديل اخر خليكم معنا الاخر كما قلنا راه تبارك الله فيهم موديلات كثيره كاين ديال الشكل هذا شدلات واكيد مازال في الكتالوج اللي غادي نشوفوا اكيد مع حسين الكتالوج ديال الستور بالنسبه للستور عندنا لي كتالوج بزاف كاين ان لارج شو جميع الموديلات ديال لي ستور كاينين تبارك الله يعني ما كاينش حاجه تشوفيها وما تقولي ما كاينش اي حاجه في الستور عندنا هذا الصالونات هذا الصالونات فيه هكا لي موتيف دائما جوغين ديما جوغين وي والموتيف واللوان على حسب الاختيار والذوق الثمن ديالو تما كيبدا ابتداء من بالنسبه هما كيبداو من 250 درهم وحتى طالع ملي كنقول 250 درهم يعني بكلشي ليه كلشي ليه كومبلي كومبلي بالجعبه ديالو كلشي هو بالسيستم ديالو وهو نقطه اخرى الميكانيزم دوريجي ديال تركيا حيت هذا هو الجميل الكارانتي يعطيك شي حاجه تبقى تخبط على اخرى هذا الميكانيزم نعطيك فيه الكارانتي خدم به حتى تبغي تحيدو على خاطرك ما كاينش لومبان هادو طروادي هاكاك هادو طروادي هادو هادو شحال تيبقاو واحد جوري نوي طروادي تيديرو 400 متر كتصوم ديغهم ولا كاين شي حاجه صغيره بحال هذاك اللي شفنا قبيله حمقني كاين عاوتاني بحال هكا كاين زواقة بلدية كاين بحال هكا دير بيت النعاس دير لي كول لا كويزين بيت الدراري كلشي الباركون اللي بغيتو الباركو كلشي كاين ديال البيروات اللي كيكون سامبل كاين حتى هما كاين حتى هما كاينين كلشي كاين ايوا الله يعطيك الصحة مرحبا ما شاء الله عليكم وان شاء الله نتمنوا ما تكونش آخر مرة مازال إن شاء الله غادي يكون معنا فيديوهات آخرين إن شاء الله توصل دائما داخل كازا خارج كازا داخل الدروة خارج الدروة إن شاء الله نوصلوا ليك حتى المسائل ونصوروا ليك وكلشي حنا ما يكون غير خاطركم أهم حاجة نضمن لكم الجودة هذا موديل آخر في الستور عاوتاني هذا كيجيب تول 100% هو ديجا كيجيب تول لكن بلدي داكوغ داروا فيه حتى الزواقه ديال المطروز الزواقه ديال المطروز الزواقه ديال المطروز وفيها هاد اللايبات هكا بلي سخا تا هو تا هو اخر ما كاين عمرني ما شفت انايا اول مره نشوف هاد الموديل اخر ما كاين تا هو هادو سامبل عاوتاني البيروات كيبغوا البيروات اولا شي بلاصه فيها الضوء فيها الشمس بزاف هذا ما كتدخلش الشمس ما فيها لا جو لا نوي هذا غير وين تيهبط ديريك جا تنوي هادو لي بانيل ديال الجناب الزواقه ديال لي بانيل ديال الجناب
فوالا دونك مرحبا بكم كاملين. راه مازال طريات البنات كما قلنا، راه عندهم تبارك الله محلات. بالنسبه للناس اللي قرابين للقريعه ولا شي حاجه، تواصلوا مع حسين وراه يصيفطكم فين بغيتوا. كاين اللارج شوا في طريات البنات، حتى هما الثمنات ديالهم اكيد مختلفه. انا ما غاديش نقدر نقول كل حاجه، لحقاش فيهم الارتيكلات بزاف. لي زارتيكل كل حاجه بسميتها وبلا كود. اكيد اكيد عندنا اقل تمن دائما ديما حنا تنقولوا شوفوا هاد البيضه شحال تتحمق يا البنات تبارك الله غزاله. المهم مرحبا بكم، اي حاجه خصاتكم. هذه كنصوبوا الصنعه ديالنا هنا، كتصوب هنا كتمونطي على حسب الاختيار اللي بغيتي، الذوق اللي بغيتي. ما شاء الله والطول اللي بغيتي. يعني هذه مثلا اللي بغاتها قصيره، اللي بغاتها تزيد تكون طويله يا اختي. ما شاء الله عليك انتم. ها هما دابا راه ماشي نفس هذه دوغي جو بونس، هذه بيضه، هذه شويه قصيره عريضه شويه، هذه طويله ما شاء الله. المهم كل واحده والستيل ديالها. ولكن كما قلنا موديلات كثير، هذه هي كتكون البلديه النحاس. البلديه النحاس هذه النحاس روعه، عندي بحال انا بصر الغزاله. والنحاس ده اللي اسبان ماشي اللي المغرب. ما كتبقى بحال هكا، ما كتبدلش. هذه ما بحال هكا، تغير ما والو، هذا النحاس ده اللي اسبان. الله يعطيك الصحه. والمهم البنات، درنا لكم اليوم جوله كبيره وطويله ومفصله. تبارك الله على الطاقم كامل اللي معنا، تبارك الله على الناس ديال القريعه، تحيه كبيره لهم كاملين. ونختموا معك حسين الحلقه كما ديما، فوقاش كتحلوا فوقاش كتسدوا نهار ياش كتسدو ما نعرف. بالنسبه للسدان كيكون الجمعه هو اللي تنقريكم. الجمعه ما كتحلوش. والصباح كنحلو ان شاء الله مع 9 الصباح، راه حنا حالين كنبقاو حالين ان شاء الله حتى ل 10 حتى ل 10 الليل، يعني جميع ايام الاسبوع ما عدا يوم الجمعه. والتليفون اي واحد يتواصل معنا دائما الاوقات ديال التليفون من 8 الصباح حتى ل 10 الليل. هذا هو اللي كاين، واللي يتواصل معنا حنا في استعداد الطاقم ديالنا يديبلاصي حتى لعندو ياخذ العبار. كيما هاد المركز ديبلاصي عندو حتى للدار ما شاء الله، ياخذ العبار وكل شيء بكل شيء. يعني كتمشيو عند الانسان. انا سمعت قبيله واحد السيده بغات قالت لك هنا كاينه في تماره، قلت لها نمشي عندك ونمشيو كاملين، يعني كتدي المسائل كامله تبعنا. كلشي كلشي عندنا لي كام، كلشي كديو كانك راك في المكازا في دارك بحال. حيت كاين الناس ما كيعرفوش يعبروا ولا هذا، انتم كتكلفوا بكلشي. كنكلفوا لك بكلشي حتى التوصيل، كتكلفوا بكلشي. صالون صلاة الجرى ايوا لهلا يخطك. انتم البنات شوفوا ان شاء الله غادي تكون عندنا حتى الطوموبيل ديالنا في الاشهار فيها كلشي ان شاء الله. التوصيل وداك الشيء ليفراسيون السلعه حتى عندكم. تبارك الله عليك يا حسين، وشكرا لكم. ان شاء الله مازال في جعبتك اكيد الكثير، كل مره نكتشفوا واحد لابارتي. لالا يختك، شكرا لك بزاف يا حسين. حتى انا البنات وصلنا لنهايه الحلقه، غادي نختم معكم حلقه اليوم على امل لقاء بكم ان شاء الله اكيد في حلقات اخرى. غادي نختم دائما بخير الكلام اللي هو اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ما تنساوش دائما ميم اندرو سيغ ما شين، كنحماق عليكم. تبقاو على خير، السلام عليكم، باي باي.